خرفي، أخت سائلة بتقول، أرسلت سؤال يعني، بتقول فيه إن زوجي لا يصلي نهائيا إلا في رمضان أو لو عندنا ضيوف، خجلا أمام الضيوف يعني. وأنا حاولت نصحه كثيرا في هذا الأمر، لكنه يعني بيزعق لها ويقولها لا تفتح هذا الموضوع أبدا. الأخت سؤالها دكتور بتقول إن ابنها الآن كان منتظم في الصلاة، وهي كانت يعني بتربيه على الانتظام في الصلاة وتوديه المسجد يوم الجمعة، ولكن الآن عمره 28 عام و توقف عن الصلاة نهائيا. فهي الأخت بتقول هل أكتفي بالدعاء؟ تنصحه ولكن لا يسمع كلامها يعني، فماذا تفعل دكتور؟ أولا أشكر لابنتنا الكريمة حرصها على أن تأخذ بيد زوجها، جزاها الله خيرا على نصحها له. والحديث الصحيح الدين النصيحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنصحها بأن تستمر في النصح له من وقت لآخر، وتتخير بعض الأوقات التي يكون فيها نوع من الانسجام والوئام ونوع من صح التعبير يعني وقت مناسب، كما في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره كان رسول الله يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. تتخير وقت مناسب معين يعني يستجيب لها زوجها ويسمع لها ويطيعها في هذا الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هي ولية الله وهو ولي الله. وأكمل النص لأن في بيان معالم الولاية أخي طارق. نعم. يقول تعالى والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معالم هذه الولاية؟ قال يأمر بالمعروف ويأمرون فعل مضارع يفيد التجدد، يفيد التجدد دوام يعني دائما نبني على اللغة لأن اللغة أساس. من أراد أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله فليتدبر في الألفاظ، يتدبر في صيغ الألفاظ في بناء الكلمات. يأمرون بالمعروف، مع ذلك لم يقل أمروا إنما قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وفي الآخر قال ويطيعون الله ورسوله. الجملة الأخيرة أخي طارق يعني من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، على الخاص. في الأول أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبعدين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دي خاص. ثم كل ذلك، أليس ذلك كله من طاعة الله وطاعة الرسول أخي طارق؟ بلى طبعا، بلى هذا كله من طاعة الله وطاعة الرسول. لأن الذي أمرنا أن بالمعروف هو الله عز وجل، والذي وجهنا أن نهي عن المنكر هو الله عز وجل، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ونحن نقيم الصلاة امتثالا لأمر الله واتمارا بأمره، وامضوا حيث تؤمرون. فلما فحتى لا يستمر في بيان هذه الصفات ومعالم هذه الولاية قال ويطيعون الله ورسوله، فتستمر في النصح، كذلك تستمر في الدعاء، تستمر في الدعاء له. وعباد الرحمن الله سبحانه وتعالى ذكرنا أنهم من أدعيتهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك في سورة قاف، في سورة الأحقاف عفوا، سورة الأحقاف في دعاء العبد الصالح بعدما قال تعالى وصينا بولدي إحسانا، ثم قال في دعائه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم قال وأصلح لي في ذريتي. يبقى ده دعاء منها لابنها اللي كما ذكرت حضرتك عنده 28 سنة، تدعو لابنها وتدعو لزوجها وأصلح لي في ذريتي، ختام الآية في سورة الأحقاف وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والفضيل بن عياض أحد السلف الصالح مشهور عند يعني عند قراء السير والتراجم والتاريخ وقراء يعني إيه سلف هذه الأمة، الفضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي، ابن علي ده يعني أضناه مع اختار تعبه يعني دكتور، أضناه في نصحه له وتوجيه له. ثم لم يكن منه إلا أن قال يا رب إني قد عجزت عن تربية ولدي، أنا قد عجزت خلاص، يعني بذل كل جهده نصح وتوجيه وأمر معروف الآخر، إني قد عجزت فربه لي، وفوض أمر الله سبحانه وتعالى، يستجيب الله تعالى. وبعدين طبعا نقطة مهمة جدا هنا أخي طارق، نعم. هذه الأخت هي أم، هي والدة، وممن يستجيب الله تعالى لهم الدعاء دعاء الوالد لولده ودعاء الوالدة لولدها. والتاريخ يذكر المرأة اللي كانت تنادي على ابنها ولما لم يستجب ابنها لها، وحتى كان في الصلاة ما كانش بيلعب ولا كان بيلهو إنما كان بيصلي، وقال رب جريج، قصة مشهورة جريج يعني، فقال يا رب صلاتي وأمي، صلاتي وأمي.
فكأنه رجح عنده كفة أنه يستمر في صلاته ولا يجيب أمه وهي تنادي عليه، فشق ذلك على أمه فدعت عليه قالت اللهم لا تمت حتى تري وجوه الممسد. فنقول يعني دعاء القلب الأم لما تدعو لولدها لعلها توافق ساعة إجابة وهي مضطرة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهي تدعو ربها بإلحاح أن يصلح لها ولدها وأن يجعله خيرا من أبيه، وتدعو لزوجها اللي هو أبو الولد اللي هو واضع هذه النطفة تدعو له كما قلنا بالدعاء عباد الرحمن، تستمر في الدعاء ولا تألو جهدا لعلها توافق ساعة. وننصح اليوم الخميس يا أخي طارق، اليوم الخميس يعني في الثلث الأخير من أوقات الاستجابة للدعاء، في يوم الجمعة في الثلث الأخير، ودائما الثلث الأخير له أفضليات يعني معايا أخي طارق. نعم دكتور مع حضرتك. الثلث الأخير وعمم معي بقى الثلث الأخير من رمضان، الثلث الاخير من رمضان هم العشر ايام الاواخر. أيوة التي كانت اذا دخلت شد الرسول المئزر وجد واجتهد وايقظ اهله واحياه، هذا الثلث الاخير من رمضان. أيوة. الثلث الاخير من يوم الجمعه، الثلث الاخير وده كل اسبوع. أيوة. الثلث الاخير من كل جمعه، من صلاه العصر، من اذان العصر لاذان المغرب. يعني تجلس فيها، وذكرنا في ربما في الجمعه الماضيه او التي قبلها. أيوة. ان السلف الصالح كانوا يجلسون من اذان العصر الى اذان المغرب من يوم الجمعه، والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد دعاء من دعاه. أيوة. الثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير من رمضان، الثلث الاخير من يوم الجمعه اليوم. أيوة. وفي عرف الكتاب والسنه اليوم من الفجر الى المغرب. أيوة. والليل من اذان المغرب الى اذان الفجر، فالثلث الاخير من يوم الجمعه من اذان العصر الى اذان المغرب، الثلث الاخير من الليل. أيوة. الثلث الاخير من الليل، كيف نعرف الثلث الاخير من الليل؟ معلومه مهمه جدا، وبمناسبه اخي طارق نقطه مهمه جدا، كثير من المسلمين يظن ان نص الليل الساعه 12. يظن كثير من المسلمين أن نصف الليل الساعة 12، لا هذا ليس كلاما صحيحا، إنما نصف الليل يختلف من فصل الشتاء إلى فصل الربيع إلى فصل الخريف إلى فصل الصيف. أيوة. فكيف نعرف نصف الليل؟ وكيف نعرف الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير من الليل؟ الذي أشار إليه المول، الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، حين يبقى ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، يقول هل من داع فأستجب له؟ أيوة. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولا زال هكذا حتى طلوع الفجر. كيف نعرف بقى؟ مهمة جدا، أعطي هنا قاعدة بيانات أخي طارق لكل مسلم شهداء الأحبة، كيف نعرف الثلث الأول من الليل والثلث الثاني والثلث الثالث؟ والحديث يقول لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى شطر الليل. بعد شطر الليل الصلاة للعشاء تكون بعد ذلك قضاء ولا تكون أداء. وعندنا وقت فضيلة، وعندنا وقت جواز، وعندنا وقت كراه. كيف نعرف ثلث الليل الأول والثاني والثالث وشطر الليل نصف الأول نصف الثاني؟ كيف نعرف ذلك؟ حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقه سابقه دكتور، انا ممكن ايوه ما انا بقول لحضرتك، انا بس اثير انتباه المشاهدين ليتشوقوا الى معرفه الجواب. أيوة. دي طريقه من طرق التدريس. صحيح. يعني لا القي المعلومه هكذا، انما بحكم الخبره بقى مدرس. انا كنت عايز اغششهم بس دكتور يعني. كنت عايز اغششهم بس يعني. طيب ماشي، فالمهم الله يرضى عليك، فالمهم كيف نعرف ذلك؟ قاعده عامه هي نحصر عدد الساعات من أذان المغرب إلى أذان الفجر في أي فصل من فصول العام، الشتاء الصيف الربيع الخريف، نشوف المغرب بيأذن على كام والفجر بيأذن على كام. لو فرضنا مثلا كمثال ونقص عليه، لو فرضنا المغرب بيأذن على 5 والفجر بيأذن على 5، يبقى مع ذلك وهذا وقت متى اللي بيستوي فيه الليل مع النهار. أيوة. مع ذلك النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. فلو فرضنا المغرب بأذن على 5 والفجر بأذن على 5، يبقى من 5 ل 5 كم ساعة طارق؟ من 5 ل 5 12 ساعة. من 5 ل 5 12 ساعة. أيوة. طيب لكي أعرف نصف الليل أقسم ال 12 على 2. 12 على 2. أيوة. يبقى فيها كام يا أخي طارق؟ 12 على 2 فيها 6. انا كنت قسم ادم، انت حر بقى اهو ومشاهدين معاك. طب يبقى 12 على 2 فيها 6، يبقى 6 ساعات، اضيف 6 ساعات للساعه 5. ايوه اضيف 6 ساعات، يبقى كده نصف الليل بالظبط. ولو عايز الثلث اقسم على 3 يبقى 5 و6 يبقى كام؟ 5 و6 كام؟ 11. 11 بالليل يعني. 12 يبقى لو ان المغرب باذن على 5 والفجر باذن على 5 يبقى نصف الليل ينتهي الساعه 11. يبقى اللي اخر العشاء عن 11 بعد ذلك تكون صلاه العشاء له قضاء. عادي. طيب كيف نعرف بقى الثلث الاخير؟ ننتبه للنقطه دي مهمه جدا. ثلث الليل الاول والثاني والثالث نقسم ال 12 على 3.
سمع على ثلاثة عشان نعرف التلت. 12 12 على ثلاثة فيها كم أخي طارق؟ فيها الأربعة. فيها الأربعة. يبقى أضيف لوقت المغرب أربع ساعات. أربع ساعات. يبقى المغرب بأذن على خمسة. أضيف له أربع ساعات. يبقى ساعة التلت الأول. التلت الأول انتهى ساعة كم؟ أربعة وخمسة كم؟ أربعة وخمسة تسعة. تسعة. يبقى الساعة تسعة بالضبط التلت الأول. أضيف أربع ساعات تانية. يبقى ده التلت الثاني. التلت الثاني. أربع ساعات على تسعة يبقى كم؟ يبقى ساعة واحدة. واحدة. لأن من تسعة ل 12 ثلاثة وبعدين ساعة بعد كده. يبقى الساعة واحدة بالضبط انتهى التلت الثاني من الليل. أيوة. من الساعة واحدة لحد الساعة خمسة أربع ساعات. يبقى من ويبقى ده في حالة ما إذا كان المغرب بأذن على خمسة والفجر بأذن على خمسة. يعني مثال يعني. وهكذا. طب دكتور احنا استاذنك دكتور احنا معانا الاخت ام محمد من واحده لحد خمسه للثلث الاخير. يبقى اختنا في الثلث الاخير من يوم الجمعه. الثلث الاخير الثلث الاخير من الليل وعرفنا كيف نحسبه. وبعدين يوم الاربع من كل اسبوع. يوم الاربع من كل اسبوع من اذان الظهر الى اذان العصر. يا مشاهدي الاحبه يوم الاربعاء من كل اسبوع من اذان الظهر إلى أذان العصر وقت يستجيب فيه الدعاء. يستجيب فيه الدعاء. وقد ثبت بذلك الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول دعا رسول الله الأحد دعا رسول الله الاثنين فلم يستجب له دعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له يوم الأربعاء وجد الإجابة. يوم الأربعاء وجد الإجابة. يقول سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه راوي الحديث يقول فما كان لي من حاجة إلى الله عز وجل ما كان لي من حاجة إلا الله عز وجل إلا وتوخيت توخيت هذه الساعة اللي هي من أذان الظهر يوم الأربع من كل أسبوع إلى أذان العصر من الظهر العصر فيستجيب الله تعالى لي الدعاء. وهكذا إن شاء الله سبحانه.